تعرف دي فورمات بينتر دي؟ طب هل عارف ليها استخدام تاني غريب انت ما تعرفوش؟ اللي هو انت دلوقتي لما بتيجي مثلا تعمل دي مثلا باللون الازرق الاصفر وبالكتابه باللون الاحمر وهكذا، فانت بتدوس على الفورمات بينتر دي مره واحده وبعد كده تختار الحاجه دي. طب ايه رايك ان في حاجه في الفورمات بينتر انت تدوس عليها مرتين هتبقى معاك اهي. بص بمجرد ما تعمل كده معاك ولسه برضو متظللة، لو عملت كده تاني معاك ولسه متظللة وهكذا. الاوبشن ده مش كل الناس تعرفه، الاوبشن ده جامد جدا في الفورمات بينتر لان اغلبية الناس بتدوس عليه مرة واحدة، لو دوست عليه مرتين الماجيك هيشتغل. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين، وتابعني عشان تشوف حاجات وتركات جديدة في الاكسل. صدقني عندي حاجات مهمة جدا ومفيدة جدا هتفيدكم كتير اوي. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.